اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، وحن إن شاء الله تعالى راعينا يا كلمتي دكتورك شيخ علي حديثك ونوت المامي ثلاث منجيات وثلاث مهلكات صدح الرمود وحير وحبي هلاقان نبي عليه الصلاة والسلام وينوت المامي شيخه صدحنا وحبي بدباديا وصدح الرمود دالت ما دوا كبد باديسا وعن راعينا يا مركا هادي بدبادي إيو هلاقي بلقشكي وشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه إن أن تلمامه صدح كفارة جدة والنبي عليه الصلاة والسلام الرعيي ثلاث كفارات وثلاث درجات لحدا سيان أنا قنا إذن قدريا إن شاء الله تعالى ما إذن حسوسنية وأرمى مهمة سكوا بنا أضوح في ذن كرتدو وحسوسن كرت ثلاث كفارات بو النبي عليه الصلاة والسلام صدح الرمود dambiyada ka xal ka dhaqan dambiyada inu galayno maalintii oo dhan xan maxaa dambiyal maxaa xiyaalaha inu ku dhaceyno saddexda arimood hadaad badsato waa cibaadooyin ilaahay loo yimaado cibaadooyin wey hadaad badsato way dhaqayaan dambiyada thalathun kafarat kafara gudwi isbaaqul wudu'i cala almakari midka u horeeya waa weysada oo la hagaajiyo weysada ويسألوا عباده آدي آد مهم وا قفك مؤمن كان أما قبل مؤمنة دانا وحا النبي عليه الصلاة والسلام قلت المام إنو ويسدي سهد إيا جر أي دورنتهي أفر إيا لباتن كسع لا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ويسد ما دوره ما إلى آليه إلا مؤمن مو يقف مؤمن مو يعني منعنا منافق ما إلى لنكره ويسد هذه يتشير إنه ظاهر هذا ديار يهي قرآن بو أخر سنكرا وعبادة سنكرا إلهي بحس كرا هذه غير الأتمادنا ويسو قضاء وظاهر سيء الحمد لله رب العالمين وديار مركز وحكرنا لنا إيسا مركز تأو ويسد كاجبتو أما آد حاجة قدتو وحاونا أكسن إن أد ويسيستو ويسد الرعيسو هذا ويسال الآن كصوبحين بيت الميقة أما مسخوش أما مياشا لقويس هذا ويسا قبل مويان ويسادنا إنا لما يسترتو خاصة وقت يدا ضدكو كعاجسيان أما قبوغا أما كوليلك بضان أي تهي هو ويساد قفكو لبسان أيو أجر كدو وسيب بدن يهي مركا مركا سوكا لكو سيد دادال سلا دا وقت يانكو جرنوكا لقبو باه ويسدو مركا وكفارة قد مر والبعض ويسستو دم بيدو ويدا قيسا عندها هاق وجيها هاق قعمها هاق لغا هاق ويحي دم بيقالين بيدا قيسا سباق الوضوء على المكاري وكثرة الخطى إلى المساجد أرن كاللبادنا وحاوية تلابوين كمساجد كالله قصعد تلابو والبا دم بي مدير رديسا مدنه درجة يكو قاديسا مركا مسجد كإناد مربضا أصعطه سوحي قلب أصي صعطه وحاوية دم بداف بي كينيسا هكوه سن مدة الصدحات انتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة باتوكتي صلاة كلا سويسة مغرب باتوكتي عشاء سويسة أو دريريسة أو انتي آت سويسة أما قرآن بعد آخر السنة إساء أما ذكر إلهي بات كجرتا أما وحوي صلاة دي بات بدريريسة سويسة قرم صلاة دي إيمان إساء واتنور إساء وقت قادي بات إلى لنا إساء ويساء دي بات إلى لنا إساء مركز صلاة بات سويسة صلاة السويتان كذا سوى وحوي دمدافوي هذا المساجد كفرديد ماشي عبادات كل عبادات تقولي جاك حتى كبرنا أي فردنا دم بدافع صعلا دم بغرف كمشي كنت كنت يصلي كنت كنت يكوس ويسو كو أذكر سنة يسو أو كل عبادة سنة يسو قرآن كو آخر سنة يسو إلى صلاة كلا كنت كنت عشها أما عصر كي كنت كنت مغرب كي كوس ويسو إلهي سبحانه وتعالى دم بدافع وقد جاي صدح داس الرماد وصدح الرماد أو دم بدافع ككانه حين نري سباق الوضوء على المكاري وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يا كسو عليناي يا كسو عليناي كوم دكواد محيطان
weysada oo la ilaaliyo oo la dhammaystiro oo dadka qaar baa weysada boobsiiya oo meelihii la rabay in la dhaqo iyo aan dhaqin weysada inaad dhammaystirto khaasatan waqtiyada qaboobahaya. Midda labaadna salaada aad salaad ku sugto. Midda saddexaadna masaajidka aad u socoto. Taas waa saddexaas waa kafaaraat buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam, kafaaro gud weeye oo dembiyo badan baynu leenahay, laakiin maalin walba meeqa jeer weysaysanaysaa masalan? Yeah. Shan salaadood horta haddaad mid walba u weysaysato waa shan salaadood. Markastoo aad musqusha gasho haddaad 24 saac shan jeer oo kale gashana waa shan goor oo kaleeto haddana aad weysaysatay. Marka 10 goor maalintii haddaad weysaysato ama ka badanba habeenkii iyo maalintii, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, dembiyo badan baa ilaahay subxaana wa tacaala kaaga dhaqayaa. Dhibicda u dambaysa biyaha ayay raacaya dembigu. Saddex arrimoodaa jira markii dembiga lagaa dhaqo. Waxaad u baahan tahay darajaad baa lagu tartamaa aakhiro. Qof walba xaggee buu darajadiisu joogtaa? Yaa 200%, 110%, 30%, 40%, 50%, 100%. Jannadu waa 100 darajo. Inna fi ljannati 100 daraja, buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. Yarfac illaahu aladiina aamanuu waladiina uutu lcilma darajaat. Cilmiga darajaat buu ilaahay kor kugu qaada, dad kale u ka sarraysa. Darajooyinka maxaa lagu kasbadaa? Saddex arrimooduu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam, waana saddex fudud oo rag iyo dumar la samayn karo. Midda koowaad, balqabso ifshaau salaam, salaanta badi dadka walaalaha muslimka, qofa taqaan iyo qof aadan aqoon. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum, see la yahay? Maxaa lagu baryay? Baryadinta, weydiinta, booqashada, yah warsiga, taleefoon ku warasatay ama si toos ah? Yacnii dadka walaalaha muslimiinta inay isbooqdaan, isziyaartaan, isa salaamaan, khaasatan dadka wax u dhexeeyaan, de qofka walaalka ama walaasha wax kala dhexeeyaan, waxaa wanaagsan in salaanta ku bilowdo. Salaanta waxay keenaysaa maxab. Awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuu taxaababtum. Dadkii hadda cadaawad iyo xin iyo xasad iyo waxba kala gelaya, waxaasoo dhan waxaa dhaqa salaantaa dhaqda. Qof aad kala go'deen oo muddo kala maqnaydeen, haddaad salaanto ama wacdo ama soo booqato, wuu ku farxi. Mararka qaarkood waxaa la yaba inuu siiraado qofkan hebel ama heblaayo, kuma soo booqan jirin, kuma soo wici jirin, maxaa dhacay maanta? Ma dhagar buu wadaa? Ma wax kaluu wataa? Ma dan kaluu leeyahay? Maya dan kalena adiga ma lihid? Ilaahay dartiisu unbaad u salaami, ilaahay dartiisu unbaad u wici. Marka salaantu waxay keentaa maxaba iyo kalgacal, adigana ajar bay ku siisaa, darajaadna kor bay kugu qaadaa. Labada kala xanaaqsan ama kala caraysan ama isgooyeyna, kan salaanta bilaaba ayaa darajo sarreeya oo darajaad kor loogu qaadaa. Marka ha dhihin aniga maa dulliya, aniga maa doonaya, aniga maa wax ka rabaa, aniga maa wax baryaya, aniga maxaan u wacaya, iyada heblaay haddaan soo wicin, aniga maxaan u wici, maxaan ugu salaami, maxaan ugu tegi? Maya maya, adigu ilaahay baa la xisaabtamaysaa. Darajaad baa bankigaaga ku dhacaya, aakhiro darajaad ku dhacaya, waxba qofkaan ha eegin adduunyada. Marka salaantu waa darajaad. Afshu salaam buu yidhi faafiya nebigu calayhi salaatu wasalaam. Wa acimu acaam, qodobka lacaan, qodobka labaad oo darajooyinka lagu kasbadana waxa weeye cuntada la quudiyo dadka, cuntada sii miskiinka, faqiirka, qofka wadada maraya, martida. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukun dayfahu, martida waa la karaamayaa, masaajidka waa la geeyaa, dadka baahan, dadka aan guryaha lahayn, dadka doobka ah guryaha aan wax loogu karin oo iska gaajaysan, masaajidka laga yaabo inay yimaadaan casho iyo saf hadday jirto, habeen walba isa soo xaadirinayaan, salaadiina waa tukanayaan, ma garanaysaa? Marka xaalaha cuntada ha la quudiyo, ha la badiyo buu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam. Maxaa darajaad baad ku kasbanaysaa, cuntadu aad iyo aad bay u ajar badan tahay. Qodobka saddexaad oo u dambeeyana waxa weeye as-salaatu billayli wan-naasu niyaam, waa qodob dadkoo dhammi aanay kari karin laguna tartamo inaad habeenkii tukato marka dadku hurdaan, dadku markay hurdaan. Marka wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaata leylka, salaada la yiraahdo, oo salaadaha tatawuca ama sunnada ugu fadli badan oo ugu wanaagsan, ilaahayna dadkeeda jecel yahay. Qof walbaana aanu samayn karin iska yaalyaal iyo istustusna aan ahayn oo habeen mugdiya qofku qolkiisii iyo gurigiisii u joogo ayuu ku tukanaya. Maxaa ugu yar, maxaa ugu weyn? Laba ragco hata, laba ragco hadday noqoto, hata saddex ragco, afar, shan, lix, intay noqotoba awooddaada intay tahay ha ka qadin weye macnuhu. Wasalaatu billayli wan-naasu niyaam, dadku markay hurdaan haddii aad habeenkii isrogto amaad baraarugto, kac, weysayso, laba ragco tuko, ilaahay bari, waa waqti wanaagsan, khaasatan
هبينك وقتك سأضم بيا ثلث الأخير من الليل إلهي سبحانه وتعالى هبين والبا ثلثك أضم بيا قيبت أضم بيس هبينك أيو رضياء ويدي سنة يدن بدافا ندن بدافا يا وحي ويدي سنة يونسيا يا نحريس ويدي سنة يونسيا يا إلهي سبحانه الجنة يا ويدي سنة يونسيا مركوا وقتك ضدك ونكسن إلهي سبحانه وتعالى أي بريان هو إلهي سبحانه وتعالى قعمه وهو رصدان تاسنا وحلي النبي عليه السلام ودرجوين كلا يسكر دافويه آخره مركز صدح دي وحي نقطي إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس النيام حديث بضن بو النبي عليه السلام قلت المامي مركي وقوه الرئيس المدينة ويمي النبي عليه السلام ضد كساء أصى أرورين وحيري أيها الناس ضد يهود قيستا وهذا اللي يقول ري أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بسلام جنة نبت قريه كو قريسان صدح هذا سميسان ومركي يقول رئيس المدينة ويماضو ضد كساء أصى أشياء مركي صدح هذا الرماد أيين اسكبوا رنينا صدح لي هرنا وحوي كفارة قد ووحي الدنبيين أنا قد أغضو صدح لنا أنه كنت كوكس بنا درجوين أنه كوكس بنا وقت قوة يهرب ربنا وصوة صعودة صلاة المغربنا ودو دهي هديان كلا يقدم بين وحي الله سبحانه وتعالى كبرينا كلا كان قلبت أنه سغنمي مسجد كان برحد إيسان سغو صوبحنا رهير كمروك إلهي سبحانه وتعالى كلا بركيسان إنه إلهي كدقو إلهي نحريستي سي سكينة دي سي إنه إلهي كلا كان كسو دجيو ملايكتي سي نحريستي سي سكينة دي سي إنه إلهي نقسو دجيو إلهي وإنت هلكا إسوكو تيمي أخير كصود وانا تير إيو وين إلهو نحريس إلهو نحريس قارا كسو دج إلهو نحريس قارا كسو دج إلهو نحريس قارا كسو دج إلهو قلبي يدا يدا إيمان كسو إلهو قرآن كقلبي يدا كحج إلهو دنبي دنبي والدين تنبا كداف نحريستا قارا إلهو دنبي قاني دنبي قوالي انتهي مكداف ضدك حنوصاً إلهو عافي ضدك نباتيسن إلهو دبك كقاد كوة كربيسن إلهو كربادة كقاد قفو البوحبان يدي سكجر رقي يدومر قبدو إيو ويلل يرير إيو وين ماموين إيو أبيال قفو البن يدي سوحبا كجر إلهو وحن يدي سكجر خير كإلهو سي وحي خير وإلهو سي ضد بادت كحرن يا مامو الكحرن يا إلهي هو سوداي ضدك وحكي حرن يعيد كحرن تايا ما حبس كجر إلهي حبس يدهو سودايو إلهي هو نحريستو فرج الله أفر كربة الله كقاضو قفو البوحة وجعلي أن يدي سكجر الله سي إلهي سبحانه وتعالى دنبقني دنبق والإنتين بهداف قرآن كريم كربيع قلوبنا الله كدقو اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين دريدنا الله إصلاحيو قبلهنا الله إصلاحيو دمركنا الله إصلاحيو hooyoyinka iyo abayaasha Allah islaahiyo ummada Soomaaliyeed meel kasto joogta Allah islaahiyo wadankeena iyo dalkeena Allah islaahiyo naxariis iyo barwaaqo iyo nabadgelyo Allah ku soo dejiyo dadkiisana Allah isjecelaysiyo culada iyo khilaafka iyo kala tagana Allah ka dhex qaado wixii khayr wada khayrka Allah waafajiyo wixii shar wada sharka Allah naga sharkooda Allah naga xijaabo khayrkana Allah na wada waafajiyo gabdhaha xijaabka Allah ku sugo waa faraxsanow sida uu xijaabantiin xijaab fiican baa sida tan xijaabkiina Allah idin adkayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin ku sugo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhalinyaradana Qur'aanka iyo diinta iyo iimaanka Allah ku sugo kuwa khayrka iyo saxaabadii iyo dadka saalixiinta ku dayda Allah ka dhigo fasaqada iyo dadka xunna kuwa aan ku dayn Allah ka dhigo Ilaahay khayrka dhamaantay baahina waafajiyo sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.